عايزين نشكره جدا بقى. الراجل ده من زمان خالص اعرفه، هو من يعني من حبيني، بس كان لسه صغير خالص فعلا والله، كان قد كده تقريبا. وكان عندك كام سنه ساعتها؟ هو لسه قد كده، 15. انت 15 دلوقتي اصلا. كان عندك كام دلوقتي؟ 30 سنه يا جماعه. بص، 15 سنه الراجل ده بيحاول يدور ورا حلمه، ونجح واتخرج وعمل حاجات كتير قوي في حياته، وعرف يحقق حاجات من احلامه كتير، وان شاء الله الجاي احلى ليه وليكم كلكم. انا عايز اقول حاجه يا جماعه بجد والله. دلوقتي 30 سنه يا جماعه، بص 15 سنه الراجل ده بيحاول يدور ورا حلمه، ونجح واتخرج وعمل حاجات كتير قوي في حياته، وعرف يحقق حاجات من احلامه كتير، وان شاء الله الجاي احلى ليه وليكم كلكم. انا عايز اقول حاجه يا جماعه بجد والله، انا بالنسبه لي تامر حسني هو زرار النجاح في مخنا، يعني لما تحب تنجح هو بيدوس على الزرار على طول. افتكرني على طول. عايزين نسمع يا جماعه سقفه جديده تامر حسني يا جماعه، عايزين ناخد صوره مع كل جمهور، عايزين نور.